السلام عليكم مرحبا بكم أعزائنا طلاب الصف الأول الابتدائي في مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. سنواصل اليوم في الوحدة الأولى. هيا نكتب عنوان الدرس كتابة جملة فتابعوا معنا الدرس أعزائنا الطلاب على الكتاب المدرسي من الصفحة 24 إلى الصفحة 27 والآن هيا بنا لنتعرف على أهداف الدرس. أهداف الدرس: أن يكون الطالب في نهاية الدرس قادر على: أن يستخدم زر المسافة في برنامج الدفتر (WordPad)، أن يحرك مؤشر الكتابة في برنامج الدفتر (WordPad)، أن يغير لون الخط في برنامج الدفتر (WordPad) مصطلحات الدرس: الحركة move الفأرة mouse مفاتيح الأسهم arrows keys مفتاح المسافة space key مرحبا هيا لنلعب معا لعبة ممتعة يا حمد أنا آسف يا ريم لا أقدر فقد قمت بتشغيل جهاز الحاسوب لأكتب الكلمات الموجودة بالصفحة رقم 19 على كتاب التدريبات والأنشطة هذا جميل يا حمد تعال نلعب معا هذه اللعبة ثم نقوم بحل التدريب معا حسنا يا ريم هيا بنا سوف نقرأ السؤال جيدا ثم نحرك الفأرة ونضغط بالزر الأيسر على الإجابة الصحيحة يا حمد لإنشاء سطر جديد على أي مفتاح نضغط على لوحة المفاتيح يا ريم؟ نعم نضغط على مفتاح الإدخال إنتر لحذف الحرف السابق لمؤشر الكتابة نضغط على مفتاح باك سبيس ولحذف الحرف التالي لمؤشر الكتابة نضغط على جديد أحسنت يا ريم ولتغيير اتجاه الكتابة نضغط على Ctrl مع Shift هذا ممتاز ولتغيير لغة الكتابة نضغط على Alt مع Shift كم هو رائع يا ريم إنها ممتعة حقا هذه اللعبة ومفيدة لقد ذكرتني في كل ما درسناه الحصة الماضية في مادة الحاسوب نمر الان الى كتابه الكلمات في اللوح على الصفحه رقم 19 من كتاب التدريبات والانشطه لنبدا بتشغيل برنامج الدفتر حيث توجد طريقه سهله لتشغيل البرنامج يا حمد نقوم بالضغط على ايقونه البرنامج على سطح المكتب ضغط مزدوج بزر الايسر للفاره يفتح معنا البرنامج نبدا بتغيير اتجاه الكتابه الى جهه اليمنى بالضغط على control مع shift نلاحظ أن المؤشر أصبح من الجهة اليمنى بقي أن نقوم بتغيير لغة الكتابة بالضغط على alt مع shift الآن يمكننا البدء في الكتابة مثل ما تعلمنا سابقاً نضغط على مفتاح الحرف الذي نريد كتابته مرة واحدة حرف الألف ارنب ولانشاء سطر جديد نضغط على مفتاح الادخال انتر مثلما تعلمنا سابقا نكتب الحرف الثاني حرف الباء بيت نمر الى سطر جديد بالضغط على انتر الحرف الثالث حرف التاء تمر نواصل بهذا الشكل لكن نلاحظ أنه بقي أن نضع مسافة في كل سطر بين الحرف الأول والكلمة، بين حرف الثاء وكلمة ثوب، بين حرف التاء وكلمة أمر. سوف نتعلم هذا الآن مع المعلمة وزملائنا الطلاب. نقوم بحفظ ملفنا باسم كلمات لنعود إليه لاحقاً. بالضغط على File Save As نكتب اسم الملف ونضغط على Save أعزائي الطلاب نتعلم الآن طريقة وضع مسافة بين الكلمات أثناء كتابة جملة لنكتب هذه الجملة باللغة العربية هذه تفاحة لذيذة استعدادا للكتابة باللغة العربية عزيز الطالب نقوم بتغيير اتجاه الكتابة من الجهة اليمنى وذلك بالضغط على Ctrl مع Shift مثل ما تعلمنا سابقا ثم نغير اللغة إلى العربية بالضغط على Alt مع Shift نبدأ الكتابة بالكلمة الأولى هذه هي الكلمة الأولى أنهينا الكلمة الأولى، نضع مسافة بالضغط على مفتاح المسافة هذا المفتاح الكبير على لوحة المفاتيح. نمر إلى كتابة الكلمة الثانية: تفاحة. بعد الانتهاء من الكلمة الثانية، وبنفس الطريقة، نضغط مرة واحدة على مفتاح المسافة. ونواصل كتابة الكلمة الموالية. والآن يا ريم، لقد تعلمت كيف أضيف مسافة بين الكلمات في الجملة، وذلك بالضغط مرة واحدة على مفتاح المسافة على لوحة المفاتيح. هيا بنا الآن يا حمد لنكتب هذه الجمل. وأنت عزيز الطالب قم بفتح كتاب التدريبات والأنشطة في الصفحة 20 ولنقم بكتابة هذه الجمل هذه الجملة باللغة الإنجليزية فيجب ترك المؤشر من الجهة اليسرى ثم نبدأ الكتابة حرفا بحرف مثل ما تعلمنا سابقا نبدأ بالكلمة الأولى this عند الانتهاء من الكلمة الأولى نضغط على مفتاح المسافة لوضع مسافة بينها وبين الكلمة الموالية is نضع مسافة نواصل الكتابة إلى حد الانتهاء من كامل الجملة ودائما نضع مسافة بين الكلمة والكلمة الموالية نمر إلى كتابة الجمل الثانية يا ريم فهي باللغة العربية فيجب علينا أولا أن نغير اتجاه مؤشر الكتابة ليبدأ من اليمين وذلك بالضغط على كنترول مع شيفت ثم تغيير لغة الكتابة إلى العربية بالضغط على ALT مع SHIFT ثم أكتب حرفا بحرف الجملة الأولى العلم نور أنهيت من كتابة الكلمة الأولى أضغط على مفتاح المسافة أكتب الكلمة الثانية لإنشاء سطر جديد أضغط على مفتاح الإدخال إنتر أكتب الجملة الثانية مدرستي الجميلة كم هو سهل يا ريم يمكننا الآن أن نقوم بحفظ ملفنا مثل العادة بالضغط على سيف As من تبويب فايل ثم نكتب اسم الملف وليكن مدرستي ويمكن العودة إليه لاحقاً وكيف يمكنني أن أتنقل بين الكتابة يارين لأضيف مسافة بين الحرف الأول والكلمة في كل سطر هيا بنا لنتعلم طريقة تحريك مؤشر الكتابة مع المعلمة وزملائنا الطلاب مثل ما قلنا سابقا أعزائي الطلاب فإن مؤشر الكتابة على مساحة العمل هو عبارة عن القلم على الورقة حيث وجد؟ يمكننا أن نضيف حرفاً، يمكننا أن نحذف حرفاً، أن نضيف مسافة وهكذا. الآن سوف نقوم بتحريك هذا المؤشر بطريقة أولى ثم بطريقة ثانية. الطريقة الأولى أعزائي الطلاب تتمثل في استخدام مفاتيح الأسهم على لوحة المفاتيح. الضغط على السهم الأيمن يقوم بتحريك المؤشر في اتجاه اليمين. على نفس السطر، الضغط على السهم الأيسر يحرك المؤشر في اتجاه اليسار، وهكذا، الضغط على السهم الأعلى يحرك المؤشر إلى السطر الأعلى، بهذا الشكل. السهم الأسفل ينزل المؤشر إلى السطر الموالي الطريقة الثانية أعزائي الطلاب باستخدام الفأرة حيث نقوم بتحريك الفأرة والضغط بمؤشر الفأرة في المكان الذي نريده حيث يظهر لنا مؤشر الكتابة في نفس المكان مثلا في بداية السطر مثلا في نهايه السطر نضغط بالزر الايسر للفاره في المكان الذي نريده يظهر لنا مؤشر الكتابه في نفس المكان الان يا حمد تعلمنا طريقتين لتحريك مؤشر الكتابه الطريقه الاولى باستخدام مفاتيح الاسهم على لوحه المفاتيح والطريقه الثانيه استخدام الفاره حيث نقوم بتحريك الفاره ونضغط بالزر الأيسر للفأرة في المكان الذي نريد نقل مؤشر الكتابة إليه كم هذا جميل وسهل يا حمد أصبحنا نكتب جملا بطريقة صحيحة باللغتين العربية والإنجليزية على برنامج الدفتر ووردباد هيا بنا يا ريم لنكمل هذا التدريب لقد قمت بفتح الملف الذي قمنا بحفظه داخل الحاسوب باسم كلمات، نريد أن نضيف في كل سطر مسافة بين الحرف الأول والكلمة التي تليه، يمكننا الآن أن نضغط بمؤشر الفأرة في المكان الذي نريد أن نضيف فيه مسافة هنا، ثم أضغط على مفتاح المسافة، كم هو جميل يا ريم، بنفس الطريقة يمكنني أن أستخدم مفاتيح الأسهم لنقل المؤشر إلى المكان الذي أريده، هذا رائع، هل يمكننا يا ريم أن نجعل الجمل أجمل بتلوين الكلمات؟ بالطبع يا حمد، هيا بنا لنتعلّم ذلك مع المعلمة وزملائنا الطلاب. ركزوا معنا جيدا اعزائنا الطلاب سوف نتعلم طريقه تغيير لون الخط يعني لون الكتابه يعني لون الكلمه او الجمله او الحرف الذي كتبناه نبدا بالتحديد عليه بالفاره مثلما تعلمنا سابقا مثلا سوف نقوم بتلوين الجمله الاولى العلم نور نقوم بالتظليل أو التحديد على هذه الجملة باستخدام الفقرة مثل ما تعلمنا سابقاً ثم من شريط الأدوات ومن هنا نضغط على السهم ثم نضغط على اللون الذي نريده يتغير لون الخط مثلاً سوف نقوم بتلوين كلمة الجميلة نقوم بالتحديد على هذه الكلمة ثم من هذه الأداة نختار اللون الذي نريده ونلاحظ ان لون الكلمه قد تغير وهكذا قد تعلمنا خطوات تغيير لون الخط الخطوه الاولى نقوم بالتحديد على الكلمه او الجمله التي نريد تغيير لون خطها والخطوه الثانيه نضغط على اللون المناسب من شريط الادوات ما رأيكم أعزائنا الطلاب لو نقوم بتلوين الكلمات التي كتبناها على ملفنا كلمات؟ لنفتح الملف باسم كلمات على برنامج الدفتر، مثلما تعلمنا سابقا من تبويب فايل، نختار الأمر Open، تفتح معنا هذه النافذة، نبحث عن ملفنا باسم كلمات، ثم نضغط على الأمر Open، يفتح معنا الملف. نبدا بالتحديد على الكتابه على السطر الاول مثلا ثم من شريط الادوات نختار اللون الاحمر مثلا نحدد على محتوى السطر الثاني ب ثم نختار مثلا اللون الازرق تغير لون الكتابه بالسطر الثاني الى اللون الازرق يمكننا التحديد على هذا الحرف مثلا الأخضر وهكذا نوصل إلى تلوين الكلمات والحروف بالألوان التي نريدها في درسنا اليوم تعلمنا عزيز الطالب طريقة استخدام زر المسافة تحريك مؤشر الكتابة باستخدام مفاتيح الأسهم تحريك مؤشر الكتابة باستخدام الفأرة وخطوات تغيير لون الخط ولنا بإذن الله لقاء اخر مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إلى اللقاء